مساء الخير، ما زلت بشتغل على تعليم الأشكال الهندسية الـ3D المجسمة باستخدام الورق وأسلوب البول أب نتس. النهاردة هنعمل الشكل المضلع من 8 أوجه، والأوجه كلها في شكل مثلث. إزاي أحولها من 2D بسحب الخيطان تتحول إلى شكل مجسم بالشكل ده بالطريقة دي، وتتفرد. يقدر المتعلم يعد عدد الأوجه، عدد الزوايا، عدد الحواف، عدد الأضلع. أسلوب لطيف جدا ويسير وبسيط في تعلم الخواص الأشكال الهندسية الـ3D. دلوقتي نشوف طريقة التصنيع، لكن أتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، تعملوا لي تعليقات لتستمر معكم ورد. نشوف التصنيع. هنعمل النهاردة متعدد الأسطح بس شكل هرمي. كل سطح من الأسطح دي في شكل مثلث، فإذا جمعتهم مع بعض شوفوا يعطينا إيه، حاجة تشبه البلورة بالضبط. شكل متعدد المضلع أو متعدد الأسطح بالطريقة دي. الشكل ده هيعلم برضو الأطفال الهندسات ثلاثية البعد، ازاي من الاشكال التو دايمنشن اكون شكل ثري دايمنشن. هحتاج الارض وهحتاج نموذج زي كده، وهبدأ اقصه. وزي ما اتفقنا، يا اما بتقصي بالمشرط يا اما بتقصي بالمقص. المهم وانت بتقصي تكوني بتقصي بالضبط، وتكون ايدك سليمة وتقصي الحدود بالضبط. غير كده استعملي، حطيها على الارض واستخدمي المشرط. هحاول احط لكم النماذج دي على القناة في صندوق الوصف للي حابب يطبعها ويعمل زي ما انا بعمل بالضبط، او ترسميها، ارسمي الشكل اللي انت عايزاه، المهم حافظي على النسب. ده الشكل بتاعي بحطه بالطريقة دي. طبعا انا كنت حاطة النموذج علشان اشتغل على اساسه، لكن اقدر اشيله واشتغل على الورق بتاعي. تمام، هبدأ الأول قبل ما اشيل النموذج هبدأ اعمل الثنايات عشان تطلع مضبوطة، ترجعه تاني صح في مكانه، وهبدأ اعمل الثنايات بتاعة الشكل بتاعي المحدد، وهعمل هنا نقطة كده ونقطة كده واتني وارجع تاني. وهحاول احدد هنا كده وهنا كده وهنا كمان، بحيث انها تديني النقاط اللي انا هشتغل على اساسها. اقدر دلوقتي اشيل الشكل ده بهدوء. انا اشتغلت على اساسه فقط، وهبدأ اعمل الثنايات زي ما اتفقنا، لان كل ما عملت الثنايات دي صح كان الشغل بتاعك سليم ويديكي جودة في العمل. للخلف وللأمام لازم تبقى طيعة في ايدك او في ايدك، عشان اي لو استاذ او استاذة بيدرسوا هندسات بالطريقة دي، فالشكل ده علشان يستجيب معاكي لازم تحركيه في كل الاتجاهات بالطريقة دي، علشان عملية اللم الجمع بالخيطان تبقى سهلة. طيب هيجي بالقلم الاسود وهعمل التالي، هعمل نقطة هنا وهعمل نقطة هنا
وهنا 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 وهنا، وهبدأ أشتغل. هجيب الخرامة بتاعتي وهبدأ أشتغل. هجيب القاعدة زي ما احنا متفقين وهحط الشكل على القاعدة. خلينا نقول ده هيكون رقم واحد، يا رب يكون واضح، ورقم ستة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى خيطاني تمشي ازاي؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اجيب الخيطان وهبدأ كالعادة من تحت لفوق، اتجاه الخيط ده مهم، وبعدين من فوق لتحت لفوق لتحت. لفوق اضبط الخيط نخليه يمر و اخر واحده، وامسك الخيط بتاعي الاول والاخير واضبط. خلينا نشد من هنا لمن هنا و اثبت القاعده اللي هي دايما عند الرقم واحد، واسحب واشوف الدنيا هتضبط معايا. يا سلام، تمام مضبوطه. ارجع افرد، اريح الخيط، اخد المساحه اللي انا عايزاها واربطهم. انا دايما بربط من الطرف علشان ما يفوتش مني او ما يسحبش من المتعلمين وهم بيشتغلوا، يبقى النموذج ثابت، الخيط ما يمرش يعني. واربطه كويس من الطرفين عشان لو عايزه تعملي منهم كتاب او كده. تيجي المرحله الاخيره السهله، وهاجي عند الاولاني وهمسك التيب واحط هنا كده بعيد عن الخيط، وهنا وخلاص. همسك ده وده واثبته في البداية، وانتهى الامر، واصبح عندي متعدد الاسطح، ويقدر الاطفال يعدوا او المتعلمين يعدوا عدد الاوجه، ويتعلموا هندسات مجسمه بتتكون من ايه، كم ضلع، كم سطح، كم زاويه، ويفردوا ويشوفوا هو 2 دايمنشن وهو 3 دايمنشن. ازاي اعلم الهندسات باسلوب لطيف وشيق ومحبب للصغار. خلصت الحلقه، اتمنى يكون الشكل الثماني الاوجه سهل التصميم، سهل التصنيع، سهل ان الاطفال او المتعلمين يعدوا الزوايا، يعدوا الرؤوس، يعدوا الحواف، يعدوا الاضلاع، يعدوا الاوجه، يتعلم عن خواص الاشكال الهندسيه بشكل ادائي محسوس. اذا عجبتكم الحلقه اتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناه، تعملوا لي تعليقات لتستمر معكم وبكم. شكرا لكم.